ربنا ما يحرمني منك يا روح امك. خدي يا حبيبتي سمي على الواد. حنينة تتمسي بالخير بقى يا حبيبتي. والنبي هيجي منين الخير وانا اتمسيت بوشك يا امه. وايه المطلوب مني؟ تخرجوا من الازمه اللي هو فيها دي. مقابل اي حاجه تطلبها. يطلقك النهارده. تمام، ده اللي هو هيقدمه. انت بقى هتقدمي لي ايه؟ انت عايز ايه؟ بنتي فين يا نهال؟ دلوقتي بقت بنتك؟ ده حتى الجيران في الكويت يشهدوا. عموما هي ماتت. بنتي ولا بنت نهال؟ لو إجابة السؤال ده هو المقابل اللي أنت عايزه فأنا ما عنديش مقابل يا مدحت. إلا لو إيه؟ تركع قدامي وتبوس رجلي ودموعك تنضف جزمتي، وساعتها بس هجاوبك. في ظروف تانية كان ممكن أشقك نصين بالألم اللي كان هينزل على وشك. أنا كده مبسوط، متمزج قوي بالانتصار اللي أنا عملته. شيخ طارق بعتك انتي عشان تتوسطي عندي؟ ده انا ممكن اضرب طلقتين في الهوا. روحي يا نهال، روحي قولي له ان الحكومه ما بتحميش ارهابيين. احنا كل اللي احنا نعرفه عنه انه واحد من قيادات الارهابيين. اما بالنسبه للبنت مستر يعرف يعني.